شارك الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة في حفل افتتاح الدورة التاسعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة. وقد تم افتتاح الدورة يوم أمس في أبو ظبي برعاية كريمة وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من قادة دول العالم وعدد كبير من وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون والدول العربية والعالم وصناع القرار. وشمل الحفل أيضا إلى جانب القمة العالمية لطاقة المستقبل القمة العالمية للمياه ومنتدى مدن المستقبل وتوزيع جائزة الشيخ زايد طيب الله ثراه لطاقة المستقبل. وأوضح سعادة وزير الطاقة هذا الملتقى السنوي يناقش فيه صناع القرار أكبر التحديات في استدامة الطاقة وأحدث التطورات في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والطاقات المتجددة وآخر استراتيجيات الدول لاحتضان مصادر الطاقة المتجددة بشكل موسع. وفي هذا الإطار فقد أشار الوزير بأن هذه المؤشرات سوف تأتي بالمنفعة لصالح مملكة البحرين في توسعة خيارات الطاقة المتجددة وزيادة نسبتها في إجمالي الإنتاج من الساعات الكهربائية. كما أشار الوزير ميرزا في حلقة نقاشية لعدد من وزراء الطاقة حيث أوضح التزامات مملكة البحرين في اجتماع البيئة في باريس. عدد كبير من رؤساء الدول ووزراء الطاقة في هذه الدول، وجميعهم شاركوا بالتزامهم في الكلمات التي ألقوها بأن يعملوا على تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها أكثر من 150 دولة في مؤتمر تغير المناخ في باريس، وهو التحول في المستقبل إلى الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. وكذلك ركزوا على أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة بلغت حوالي 300 مليار دولار في عام 2015، وتوقعوا أن يزيد هذا إلى حوالي 500 مليار دولار في عام 2020 وإلى 900 مليار دولار في عام 2030.